فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: وجدت ساعة في العمارة التي أسكن فيها، فبحثت عن صاحبها فلم أجد لها صاحب، ثم سلمتها لإدارة السكن فبحثوا عن صاحبها فلم يجدوه ثم ردوها إلي، فهل لي أن أستفيد منها أم ماذا أفعل بها؟ لا، ما تستفيد منها إلا بشرطين: أن يمضي عليها سنة، وأن تعرفها طول السنة، تكتب إعلانات على باب السكن وتحط خبر عند السكان من ضاع له كذا. فإذا مضت سنة وأن تعمل الإعلان عنها فإنها تكون لك بهذين الشرطين: مضي سنة واستمرار الإعلان عنها ولم يأتي لها أحد. نعم.